السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فنتربية الطيور. مرحبا بكم اخوتي الكرام، حلقة جديدة ودرس جديد عبر منبر قناة فنتربية الطيور. اليوم موضوعنا اخوتي الكرام عن افضل واقوى محفز جنسي طبيعي للطيور، الطريقة الصحيحة لتقديمه والفوائد الموجودة فيه، كلها راح نذكرها بهاي الحلقة. فلا تبخل علينا اخي الكريم باللايك والشير والاشتراك في القناة ودعمنا بالزر الاندساب. لكل شخص بينتسق في القناة، ذكرنا بالدرس الماضي انه راح اقوم بعملية او بتقديم خدمة لك هي بس مباشر كل يوم لمدة نصف ساعة، بحكي معك باخذ اسئلة منك وبعطيك الجواب عليها باذن الله. طبعا وبالاضافة الى ذلك عندنا قناة جديدة اسمها غرائب وعجائب، راح احط لكم الرابط فيها، رابط وصف الرابط تبع بالوصف او بالتعليقات. بتمنى منك اشتراك في القناة ودعمنا فيها اخوي الكريم لحتى نوصل 1000 مشترك باخر مرة. اليوم موضوعنا مثل ما ذكرت عن افضل واقوى محفز جنسي طبيعي قدمه انا للطيوره وبستفيد منه كثير كثير. شو هو يا ابو نصر؟ معانا اخوي الكرام هي ماده الفولنجان. ماده الفولنجان مثل ما انتم شايفين هاي هي ماده طبيعيه تعتبر من الزنجبيليه. هاي الماده اخوي الكرام لي 4 اشهر عم اشتغل عليها وعم بقدمها للطيوره، والحمد لله رب العالمين لاحظت الفرق كبير من حيث الانتاج، لاحظت الفرق كبير من حيث حركه الطائره داخل القفص، لاحظت الفرق كثير من حيث اني تخلصت من اغلب معظم او من معظم البيض الخارق عندي في غرفه التربيه. طبعا يصلح لجميع انواع الطيور، كوكتيل، روز، فيشر، اي نوع من انواع الطيور الزيني المربات داخل القفص فيك تقدم لي اياه وعلى مسؤوليه اخي الكريم. طبعا خلال تجربتي 4 شهور قمنا بتجربته على جميع انواع الطيور، كناري، حسون، باجي، اي نوع من انواع الطيور. اي شخص حكى معي على الخاص انا ابو نصر بدي محفز طبيعي، اعطيته هاي الماده وقدم هاي الماده ورجع لي بعد فتره قال لي كثر الله خير يا ابو نصر بالفعل استفدت عليه كثير. والله في احد الاشخاص عنده حساسيه صار له ربيع تقريبا شيء 4 سنوات او 5 سنوات عنده عم يربي هو حساسيه، كان يشكي من مشكله البيض الفارج. بعد ما اعطيته هاي الماده قال لي ابو نصر كنت عندي بالعشاج بالشكل العش يطلع عندي بيضتين فارغات، هاي الموضوع تخلصت منه خالص. واحد الاشخاص كان مربي كنار ايضا خلص من مشكله البيض الفارغ، قال لي كمان ازواج كانت موجوده عند السنه الماضيه وايضا رفعت نفس المشكله انه يطلع عندي مثلا بيضه ملقحه وباقي البيض فارغ، واعطيته الشروط الصح للانتاج بشكل جيد ويتخلص من مشكله البيض الفارغ. واليوم اخوتي الكرام اعطيكم هاي الماده لكم، لا تبخلوا علينا مثل ما ذكرت باللايك والشير والاشتراك في القناه. اليوم عمرنا اخوتي الكرام مثل ما ذكرت هي ماده الفولنجان والطريقه الصحيحه لتقديمها، ماده عجيبه غريبه اخوتي الكرام، انا استغربت من خلال الفاعلين تبعها على طول. خلصت مثل ما حكيت لكم مشكله البيض الفارغ. طريقه التقديم الصحيحه لها اخوتي الكرام، انا بقوم بعمليه غلي لتر ماء، غلي لتر ماء وضع فيه 200 غرام من هذه الماده. 200 غرام اخوتي الكرام كافي لحتى تسوي مثل الشاي او تصير لونه غامق كثير، طيب 200 غرام اذا انا بنحطها لهي الماده وقدمها للطير بيشربها الطير اكيد رح يشربها ولكن رح يسبب لك مشاكل كثير، فذلك الامر احنا شو نسوي؟ هاي 200 غرام انا بقدمها ل 40 زوج، الكميه محصره ل 5 لتور ماء، الكميه هاي محضره انا لتر وهون 4 لتور 5 لتور ماء، 5 لتور ماء انا بقدمها للطيور بشكل كامل، انا بقدمها للطيور بشكل كامل، 40 زوج موجود عندي، اول ما بلش انا حاطه لهذا الزوج مثل ما انتم شايفين، هلا راح احطه قدام كل زوج ثاني. الزوج الثاني شو بسوي انا؟ هاي لتر ماء انا حاطه 200 غرام وحاطط فوقها معلقه عسل كبيره، قمت بوضع هذا الماء على الغاز حتى وصلت درجة حرارة 50، طفيت المي، حطيت المواد فيه وتركتها حتى تبرد، وهلا بدي اقدمها للطيور. طبعا مثل ما انتم شايفين عبيتها نصف وبكفيها بنصف ثاني. تمام شايفين؟ عبيتها نصف وبكفيها بنصف ثاني من الماء. طبعا هيك بتصير معك المي وبتحطها للطيور. نجي ثاني، طبعا هلا انا بالنسبه لك بشتغل، بالنسبه لي هي بشتغل، اذا كان في عندك كميه طيور فلنفترض عندك زوج واحد، شو الطريقه اللي بتستخدمها؟ اذا عندك زوج واحد بتحط قطعه صغيره مثل هاي، قطعه صغيره مثل هاي في المشربيه، تمام؟ وبتضيف عليها مي ساده. نصف المشربيه مي ساده، بتتركها منقوعه 6 ساعات وبعدين بتقدمها لطارك، بتحط ربع معلقه عسل صغير. تمام؟ قطعة صغيرة نصفها ماء ربع معلقة صغيرة وتتركها منقوعة لمدة 6 ساعات وبتقدمها للطيور.
هاي بالنسبة إذا كان في عندك، إذا عندك طير واحد، زوج واحد. أما إذا كان في عندك كمية كبيرة، فيك تستخدم الطريقة الثانية. حطيت هاي ربع مي وكفيت الربع الثاني ماء، سكر المشربية وتحطها بالطاولة. مشان ما تستهلك كمية كبيرة، مثل ما انتم شايفين، مشان ما تستهلك كمية كبيرة، حطها نصف بنصف. بالطريقة هاي انت بتكون وفرت على حالك، ما تستهلك كمية كبيرة من هالمنقوع هذا، او بكون في عندك طيور كثير، بتستهلك كمية نفع كثير. الفوائد اللي فيه: محفز جنسي طبيعي، مطهر للامعاء، منظف للكبد، منظف للحركة، منشط للدورة الدموية عند الطائر، وايضا بيعطي للطائر رشاقة حيوية داخلها. انا بالنسبه لي بقدمه على الشكل التالي: بقدمه بالاسبوع مرتين، هلا مثلا هاي ازواج، كلها ازواج عم جهزها، لمرحله التزاوج. بقدم لهم اياها بالاسبوع مرتين بشكل يومين متتالي. كل 24 ساعه ببدل منقوع اخر بسبب درجه الحراره العاليه، عشان ما يصير في عندي تخمر او تحمر او اي مشكله. كل بالاسبوع كل يوم بغيره مره، كل 24 ساعه بغيره. طبعا بالاضافه الى ذلك اخوتي الكرام، اذا كان الطائر مريض فيك تقدم له اياه بعد ما تخلص علاجه، يعطيه الطاقه للطائر. بالاضافه الى ذلك اخوتي الكرام، تعطيه طيور بيكون في عنده فراخ ما في مشكله. هلا بيجي واحد او مصر عنده فراخ مثلا عمره 4 أيام 5 أيام، ما في مشكله. جميع انا بحسن ما بقدم اياه، ولكن هو ما في مشكله حقيقه. انا بالنسبه لي بقدمه لجميع انواع الطيور، حتى لو كان عنده فراخ ولا شيء، لانه والد طبيعي وخفيف التنفس. فيك تقدم اياه بدون اي مشاكل. تقدم الازواج مرحله الغيار، ريش ممتاز كثير، بخلصك مرحله الغيار بشكل اسرع. ولهذا القدر بكون معكم هذا الفيديو. لا تنسى اخي الكريم لايك وشير ومشاركات الدرس. بالاضافه الى ذلك، رحله على قناه الدرس تشترك فيها، بقول لك انا ممنون ومشكور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء بحلقه جديده عن جيل حزب الكره. تعال. إلى لقاء بحلقة جديدة عن تروية طائر الباجي. كيف بروي طائر الباجي؟ فيني بوسي. بوسي ثاني. أخذت بوسي هسا. هذا بوسي هذا. كيف بروي طائر الباجي؟ كيف بخليه يوقف على إيدي؟ وكيف ما بيتحرك من عند ما بيقرب منه وبيخاف منه؟ هذا الحكي الدرس القادم بإذن الله تعالى راح أحكي لكم عنه بالتفصيل. ولبقى تتابعوا فيديوهات روضت طائر الباجي انا بربع ساعة، روضت طائر الكوكتيل بنص ساعة، وروضت طائر الببغاء بربع ساعة. هذه المواضيع هاي كلياتها راح تنسوها بعد ما تشوفوا الفيديو القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم مؤمن.